أنا اللي بشكركم. وقبل ما تمشوا، الدعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي 6 نماذج تقريبا. طب ال6 نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات، يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة، ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليكوا أنتوا، أنا بقول كده لينا إحنا. يعني يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ون إيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي، يعني تلوين صورة، يعني أنتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا، الدعم موجود والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه؟ مثلا 1 2 3 مليون عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا، ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من أول كلام اللي قاله صموئيل ومريم محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم، والزميلات طبعا أو بناتي يعني أو كده اللي اتكلموا كلهم، لا إحنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو، الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومه مطحونه جدا. الكلام اللي كان بيكلمه دلوقتي هو بيتكلم على محافظة واحدة، واتكلم اقسم الكلام نصين، نص اتعمل من غير حياة كريمة ونص بيتعمل بحياة كريمة، وقال الرقم كله تقريبا غير الحياة كريمة اللي اتصرف حتى الآن 7 تريليون. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، 7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم. انا جاي بالطريق وجاي بالطياره وبشوف الحاجه اللي المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري قوي 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 قوي، انا بتكلم بجد لسه بدري. وده مش معناه، انا قلت الكلام ده في الفطار مع في قريه ابو دومه، يعني قلت ايه؟ قالوا ان سعيد كان مهمش وبتنسي، وانا بقول لكم لا، سعيد لا كان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادره بس. وانا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان احنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادرة وما كانتش قادرة. طب من اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاولة لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتم بتفكروا تلاقيني ان انا ايه؟ متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكرة، لان الفكرة ممكن تحل مسألة بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكرة تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكرة توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكرة كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متيسرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل. أنا حبيت أقول الكلمتين دول لأن أنتم يعني كنتم ملهمين بالنسبة لي كلكم، بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع انتوا اتكلمتوا فيه.